الصحفيه كنقدموها لكم من قناتكم شوف تيفي. اهلا بكم. نستهلوا الجوله من يوميه صباح لعنوانات تزوير اختام الذهب يستنفر الجمارك. كشف مصدر مطلع عن تحري مصالح المراقبه التابعه للاداره العامه للجمارك وضرائب غير المباشره عن أختام ذهب مزورة بعدما تناهى إلى علمها استغلال هذه الأختام من قبل شبكات متخصصة في ترويج حلي والالتفاف على واجبات التعشير وضرائب أخرى، موضحا أن التقارير الأولية أنجزت حول هذه الأنشطة وهمت وحدات تصنيع ومتاجر بيع ذهب أكدت تنامي رواج منتوجات مهربة من الخليج وغيرها. وإلى يومية المساء لإعدام المتهم قام بتقطيع الشابة والتخلص منها داخل حقيبة. وإلى التفاصيل، أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة سيناء برباط حكما بالإعدام في حق المتهم في جريمة القتل البشعة اللي ذهبت ضحيتها الشابة في العقد الثالث من بعد ما قطع الجثة ديالها بمنشار ورمى أطرافها في أماكن مختلفة برباط ومراكش. ولا يومية الأحداث المغربية الحموشي كيعفي رئيس مفوضية ميناء أكادير. تم إعفاء رئيس مفوضية أمن ميناء مدينة أكادير، وجاء ذلك ضمن التحقيقات اللي بشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اللي حلت بأكادير وينزقان منذ أسبوعين، وأنتجت تقارير خلال 12 يوما من التنقل بين المصالح الأمنية والاستماع المسؤولين والعناصر الأمنية. ونختم بأخبار اليوم. الهاكا تغرم دوزيم 300 مليون. أصدرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قرارا غير مسبوق من نوعه يقضي بتغريم القناة الثانية دوزيم مبلغا ماليا قيمته 3 ملايين درهم. الهيئة أنزلت هذه العقوبة بالقناة بسبب تجاوزاتها المنهجية والمستمرة في مجال الإشهار، بحيث تعمد إلى تجاوز الحدود القانونية المسموح بها لبث الوصلات الإشهارية. الجولة الصحفية انتهت، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.